غبي كل من لا يقيم لها الوزن الأول بعد المسيح. نقيا تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين آمين. الإمعان في تحقير والدة الإله ضرب من الجنون، وكثر أولئك الذين لا يحبون لا الإله ولا والدته. ولكن ما يؤسفني أن هناك أناس يقولون بأنهم ينتمون إلى المسيحية ويحبون المسيح، ولكنهم يخطئون بما يختص بمريم العذراء. يعني أن نضعف مقام والدة الإله من طقوسنا ومن ليتورجياتنا. شو بيعني؟ يعني إذا بتروحوا مثلاً على كنائس كذا عددها في دنيا الأرض، ما بتشوفوا خدمة وحدة بتخص مريم العذراء أبداً. لا يتكلم عن مريم العذراء لا من قريب ولا من بعيد، والتركيز هو على الرب يسوع المسيح. هناك من يقول شوفي يا أخي، إذا تجوزت مريم بعد ما خلفت المسيح مين دق فيها بعذريتها قبل أن تأتي بالمسيح؟ ما حدا. ولكن بعد ما جبت المسيح معلش، ليش الزواج عيب؟ وين الخطية إذا تجوزت؟ هناك من يقول أيضاً وأيضاً إنه شو فيها إذا كان عندها 4-5 أولاد؟ يعني شو فيها؟ شو فيها؟ وهولي مش عددهم هالقد، هول عددهم هالقد. وفي ناس ما بيردونا حتى نحكي عن مريم العذراء ولا كلمة، ويسقطون عنها كل قيمة نبريج مي، بيفوت المي من هون بيطلع من هوني. القيمة للمي مش القيمة للنبريج. طيب دخل المسيح منها وخرج خلصنا. ما يهمني أن أقول لكم في هذه العشية أن كلمات الكتاب المقدس كانت واضحة بالنسبة لمريم العذراء. وغبي كل من لا يقيم لها الوزن الأول بعد المسيح. والمسيح وقت الخطبة بفم هذا الملاك شو إجا قال له؟ السلام لك أيتها المنعم عليها من الله. الأحلى من هيك ما قال له بس أنت منعم عليها من الله، قال لك يا عم الرب معك. تجي بتقولها لحدا من هول اللي بده يتفلسفوا على مريم العذراء بتقول لهم انه ما هيك قال، بقول لك ايه يا ابونا ما انت الرب معك كمان. لكي يضعف قيمة كلمة الملاك بأن الرب سيحل فيك وتلدين ابنا، لحتى انه ماشي الحال انت الرب معك كمان. طيب خلينا نروح لمحل تاني. قال اليصابيت شو قالت له؟ قالت له مباركة أنت في النساء، يعني بين كل نساء الأرض أنت مباركة، أنت مباركة أنت في النساء. وما وقفت إليصابيت، شو كملت؟ مباركة شو؟ ثمرة بطنك ليه؟ مباركة هي ثمرة بطنك يعني المسيح يسوع. كمان بدي أقول شغلة موجودة بالكتاب المقدس. قال في مرة كان المسيح عم يحكي، في وحدة فزت من الجامع وقالت طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما. المسيح كمل الجملة وقال لهم بل طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها. ما قال لا مش طوبى للي حملتني، ما
ما سب لهذه اللي حملته المسيح، ولكن رفع له شأن أكثر إذ استدرك الموضوع وقال لكل الموجودين: طوبى للبطن اللي حملني كتير منيح، ولكن طوبى لمن شو يسمعون كلمة الله مثلها ويحفظونها في قلوبهم. هذه سمعت كلمة الله وحفظتها في قلبها، فمن أجل ذلك كانت طوبى لها إذ أصبحت فيما بعد أما، وأصبح بطنها هو فردوس عقلي. إذن نحن سنبقى بنعمة الله متهللين بالمسيح يسوع وبالعذراء مريم تلك التي جمعت بين الله والبشر، هي التي مثل ما بتقولوا بكل هالتراتيل جمعت بين السماء والأرض. وسنبقى متهللين وشاكرين لها لأنها هي كانت أماً للرب وكانت شريكة للطبيعة البشرية بقبول الخلاص المسيح إلهنا. فيني طول كثير ولكن بنهي هون، وبدي أقول لكم شغلة تانية كثير مهمة، أن المديح الذي نسمعه إذا ملاحظين أنه هو في مديح للعذراء مريم ما هيك، ولكن إذا بتلاحظوا بكل الأبيات دون استثناء المديح هو لمن قدس مريم العذراء وجعل بطنها أرحب من السماوات. وبدي لكم شغلة احفظوها كمان أيضا وأيضا، إنه هالمديح اللي عم نحطه نحن هون اللي عم نسمعه هذا صحيح في منه كتب بعد أن سقط أسطول الفرس الذي كان يحاصر القسطنطينية بعجيبة تدخلت فيها والدة الإله، إذ قال هذا الرئيس تبع الأسطول هونيك إنه شاف مرأة أبهى من الشمس جمالاً وترتدي حلة ملوكية تسير حول أسوار القسطنطينية، وبعدها سقط الفرس وما استطاعوا أن يدخلوا المدينة. مشان هيك نحن بنقول إني أنا مدينتك يا والدة لا أكتب لك راية الغلبة يا قائدة محامية. شو بنكمل بعدين؟ نقدم لك الشكر كمنقذة من الشدائد لأنك أنقذتنا من هذه الشدة. ولكن حتى ما كن عم ضيع حالي وضيعكم، المديح هذا كتب قبل أن تمت العجيبة، مش بعد أن تمت العجيبة. طيب يا أبونا كيف عم نمدحها يا مريم العذراء وكانت العجيبة بعد ما تمت؟ لحتى قلكن يا ريت تقروا الأبيات بكرة المرة الجاية إذا الله راد على ضوء اللي بدي قلكن إيه. المديح كتب من أجل تكريم مريم العذراء لأنها قبلت أن يتجسد منها الإله. والمديح اسمعوني منيح وبعدين دينوني ما تصلبوني هلأ اصلبوني بعدين. المديح كتب في عيد البشارة، ما كتب في عيد سقوط القسطنطينية أو عدم سقوطها. فلنتعظ أمين.